عليكم. نور لابسك كيمون اختي. هاي نور، هاي ام الصيف. لو من اختي يا صباح الخيرات صبايا، شلونكم؟ طمنوني عنكم، ان شاء الله تكونوا بألف ألف خير. وانتو عم تشوفوا فيديو اليوم، اول شي خلونا نصلي على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تاني شي اشتقت لكم كتير 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 كتير. خلي لي قلبكم يا رب، والله يسعد لي اياكم. وبعتذر كتير عن الفيديو الماضي لاني ما رديت على التعليقات، بس مو بتعرفوا نهار السبت والاحد بكون مثلا عطلة الاولاد، فدوبي يعني الحق عن جد وحوسه وهيك يعني، فعن جد اعذروني يعني. شفت التعليقات كلها، الله يجبر بخاطركم يا رب. وحتى يعني لو تعرفوا انه انا شلون بشوف التعليقات، لانه بشوف انه يعني برد على الناس بقلب الفيديو، يعني اذا سؤال كتير مهم برد عليكم بقلب الفيديو. فمن هلا وراي البنات اي سؤال يعني بتحبوا اسالوني اياه، وان شاء الله رح اعمل فقره فيديو بس للاسئله والاجوبه. مثل ما شايفين هون شربنا قهوتنا، واليوم عندي طلعة كان لعند اختي عزمتنا على اللهم صل على النبي على هي على الشوي. يعني الصراحة ما بعرف انا انه العزيمة على ايش، يعني اذا اجت العزيمة هيك مفاجئة الصراحة. فمثل ما شايفين اول شي شربنا قهوتنا، وبعدين زكريا راح جاب الفول يعني بكير هون بنفق، يعني اذا ما رحتوا على بكير بنفق عنده الفول، يعني ما بضل ما بعمل فول هون عند هاد اللي بعمل الفول اللي بنجيب من عنده، ما بعمله غير نهار سبت واحد. فلهيك يعني بنفيق مثلا سبت واحد بكير مشان انه نلحق نجيب فول. فهون زكريا طلع على الفوال جاب فول، كان عنده يعني شغل، قلت لكم مثلا سبت واحد عم بيجي شغل بارض النهار، فقلت لحالي اخ اجيت اعذريها، يعني قلت لحالي يعني بروح اول شيء يعني بنظف البيت، لان عندي روحه قبل ما اروح عند اختي على البيم لازمني حليب لحم هيك، لازمني هيك اغراض ناقصتني من البيم. فقلت لحالي يعني بكون حست وخلصت وبيجي بنروح باخده يعني على البيم، بنشتري اغراضنا اللازمه وبعدين بنرجع. فمثل ما شايفين قمت هيك ليفت هدول الجليات قبل ما نحط، يعني هون زكريا طلع يجيب الفول على السريع، وانا قمت ليفت الجليات هدول كلهم هيك مسحت المجله. بس انا هون عندي يعني كان عندي تنظيف، عرفتوا البيت بده تنظيف بده مسح بده هيك يعني. وكان عندي كمان حمام الاولاد، كنت عم بفكر بين انه احممهم وبين لانه بعد ما ارجع من عند اختي احممهم، فاختي راف فرطتني قال دي روحي عم تحوسي قومي حمميهم بترجع البيت، يعني بتقولي لهم يناموا خلص انه بتضل البيت نظيف. فقمت والله حممتهم استشورت لهم شعرهم حتى قبل ما اطلع، قلت لها انه بدنا نطلع وهيك، قالت لي هي اخت اخواتك يعني قريبين عليكي، وعلى الحالتين نشفي لهم شعرهم. فمثل ما شايفين عن اليوم يعني هذا النهار هاد، اذا بقولكم هلا بقولكم عند اختي ايش صار. هون مثل ما شايفين راح زكريا على الشغل ورجع، فلحقت على السريع هون طلعت على البيم جبت اغراضي من البيم ورجعت، لانه هون العزيمة هي على العشاء مو على الغداء، عرفتوا علي؟ في شغلة بس قبل ما انساها، بالفيديو الماضي لانه انا بقول مثلا فيديو على السريع بتطلع معي فيديو، عرفتوا علي؟ ففي كم صبية قال فيديو، فانا بقولها فيديو عادي، لا يعني لا تاخذوا على كلامي، فيديو بيتزا انا هيك بحكي. والله يعني عن جد صرت كل ما بدي احكي كلمه والله العظيم يعني خلص انا هيك بحكيها على السرعه، يعني ما بدي ابرك اتايد بكلامي. والله العظيم خلي لي قلبكم على الفيديو الماضي كلكم كاتبين لي احكي مثل ما بدك، ونحن بنعرفك هيك يعني بنحبك هيك، لك خلي لي قلبكم ابوس قلبكم انا، الله يسعد لي اياكم يا رب. والله بعرفكم انه في يعني انا الناس اللي بتحبني ما بتايد علي، بس اللي واقف عم بوقف لي على غلطه، يعني اذا كل كلمه بكلمتها تتوقفوا لي عليها معناتها بتطالعوا لي 100 علي بالفيديو. وانا من الناس اللي ما بيعرفني يعني كثير بدقق، مثلا اقول لكم شغله
بس أشوف واحد عم بيحكي وبنعم صوته أو عم بتصنع ما بزبط معي أبداً أبداً أبداً. يعني أنا مثلاً بش بعرف ناس قبل كانوا شيء وهلأ صاروا يحكوا بطريقة تانية. ليش كل يعني ليش تجيرين على حالكن؟ والله فرفدوا والله. يعني الحياة هيك، يعني في ناس كتير يعني هلأ هاي اللي عم بتقولي مثلاً فيديو، يعني أكيد ما عندك أغلاط بحكيك، ما في عندك ولا غلطة أبداً. أنا ما بحب هالنوعية يا جماعة، أنا ما بحب لا أنعم صوتي ولا بحب أغير حكي، وأنا هيك مثل ما بحكي مع أخواتي ومع أهلي وبيتي بحب أحكي معكن. فأنا يعني هلأ صلي مثلا معكن سنتين عم تشوفوني بشوفكن، أنا لو بدي أغير حكي يعني أكيد ترجعوا لفيديوهاتي القديمة تتقولوا إيه والله هي إنه هيك كانت وهيك صارت تحكي. أنا ما بحب هالطريقة. وشغلة تانية، لا تطلعوا لي على عدد. يعني أنا هلأ عندي فيديوهات في مثلا فيديو جايب 360,000، في فيديو جايب 100,000، فيديو جايب 90,000، فيديو 80,000. أنا هدول فيديوهات بتصدقوا بالله بعد ما بنزله بشوف بعد فترة شقد عم جيب المشاهدات، بس ما بيهموني. بتعرفوا ليش؟ بحب الناس اللي بعد يومين، أنا بشوف مثلا بعد يومين 45-50,000 بتابعوني. حتى لما كبرت قناتي هيك أشوف أنا هدول الناس، حتى اليوتيوب بيكتب لي إنه المشاهدون الفريدون. يعني بحس إن هدول هن جمهوري اللي بحبني. يعني عن جد 50,000 صبية، أنتوا تخيلوا 50,000 شخص بيحبك. فهيك الله يسعد لي قلبكم والله العظيم، ويخلي لي إياكم يا رب، يديمكم هيك، يديم محبتكم بقلبي ومحبتي بقلبكم. بحبكم كتير كتير. تعالوا أحكي لكم على قصة. بزماناته يا بنات كنت مخطوبة، يعني فنهارها كان في مناسبة، وأنا كنت من الناس اللي إذا حماتي أو جوزي جايب لي هدية ما أعرف أرد. حتى لحد الآن مثلا إذا حدا هيك قال لي على دعوة، أو حدا قال لي على شيء، أو رحت بدي مثلا، هلا كنت مثلا واحد وقت اللي موت تعزوه ما أعرف إيش تقولوا له، هذا يعني من هالنوع ما أعرف إنه إيش تقولوا له. فأنا تعلمت هدول الشغلات يعني بعد ما تجوزت. فوقت اللي مرة كنا مخطوبين اجى لعنا جوزي جايب لي هدية وهيك، يعني قلت له يسلموا هيك يعني. مهم قام قال لي ايه ان شاء الله عبيل الهي ربي. قام انا ابتسمت له هيك، قلت له ايه ان شاء الله. هون انا قبل ما ابتسمت بعدين ان شاء الله، هون عم بفكر فيها يعني اشو عبيل ان شاء الله الهي ربي اشو. مهم ضليت ساكتة. بعد ما راحوا من عنا جيت عبالا لأمي قلت لماما لك زكريا عبالي عبالي إن شاء الله إلهي ربي. ما فهمت على إيش يعني. قالت لي أمي إيش قال لك بعد الجملة، إيش قال لك يعني عبالي إن شاء الله إلهي ربي إيش يعني؟ قلت له هيك بس، قال لي هيك وسكت. مهم هو كان إيه نهار عم بمزح معي، عرفتوا علي؟ هو إيه من الناس، هو وأهله وأخواته يعني، إنه قلت اللي بدهم هيك يقولوا للواحد يعني عبين إن شاء الله إلهي ربي، وبسكتوا إنه بدهم يشوفوا ردة فعل التاني اللي قدامه. عرفتوا إنه فهم إنه إذا قال له إشو عبين إن شاء الله إشو يعني معناته فهمان عليه. إذا ما فهم ضل ساكت وصفن وقال له إن شاء الله معناته ما فهمان، هنا يعني بتضحكوا عليه. فهنا أمي قالت لي ما بعرف ما أماني، والله ما بعرف يا أماني. مهم ضلينا هيك بعد يعني بعد ما تجوزنا نهارة، يعني هي صارت هالشغلة هي يعني آخر فترة خطبتي. فبعد ما تجوزنا قلت له بدي أسألك سؤال. قالت شو؟ قلت له مرة بخطبتنا جيت لعنا وقلت لي عبين إن شاء الله إلهي ربي. جوزي ضحك ضحك ضحك، قال لي أماني رجعت على البيت ضحكت عليك ضحك. قلت له ليش؟ قال لأنه نحن بنقول هالشغلة إذا واحد مثلا قدامك كتير هيك يعني بقولوا حربوه لحتى عالطاير يفهمها، بقول لك ايه اشو عبين ان شاء الله اشو يعني. اذا لا يعني عنياته ما ببتسم بقول لك ايه ان شاء الله. فردت فعلي نهارة يعني حسيت حالي يعني ما بعد كتير انزعجت على حالي. من وقت هاي الشغلة صرت يعني اسأل مثلا هون بهالمناسبة ايش واحد دا يقول للتاني، هون بهالشغلة ايش واحد دا يقول للتاني. فعن جد صدقوا يعني صدقان بالله ما كنت أعرف هيك يعني إنه إيش بدي أرد. فوالله هيك شوي شوي واحد عن جد مع الأيام بتعلم مع لسا كل ما يعني على فكرة لحد الآن يعني بتحسوا إنه كل ما واحد كبر بتعلم أكتر، كل ما بتكبري بتتعلمي أكتر.
يعني في شغلات عن جد كتير بنكون انه ما بنعرفها. فانا بحس حالي بهالايام انه كل يوم عم بتعلم شغلة جديدة، كل نهار بيمرق علي بالحياة عم بتعلم فيها شغلة جديدة، وببرك اخر الليل بقول انه اليوم هالشغلة تعلمتها جديد. يعني من مثلا شي بالحياة، شي بالدنيا، عن جد صدقوني يعني خصوصي اذا مثلا تابعتوا كتير عالم مثلا من المشايخة. مثل امس عم بحكي مع اختي كمان، اختي عم بتقولي على شغلة كتير لقيت حالي هلا هون، بس عم بفرجيكم بنات انه هون الاكزيما رجعاني لايدي. ففي صبية امس عم فكرتني انه انا لما بجي بالكفوف انه يعني انا تكبر او شي، لا انا في ايدي اكزيما. يعني اكيد الكل المتابعني بيعرفني، بس هي اكيد متابعة جديدة. بالشتا كتير بتتأزم الوضع، حتى لو دهنت دواء يعني ما بتطيب. فمثل ما شايفين جبت الكفوف مشان هيك للوقاية يعني. فكنت عم بحكي لكم امس اختي عم بتقلي انه على شغلة انه حرام، ايه عم بتقلي اختي راحت على ماركت المترو اذا بتعرفوا، فعم بتقلي انه رحنا قالتلي لقيت فيه كومة شغلات اماني، يعني البتريدي بتلاقي فيه من هالماركت. فقلت لها عن جد؟ قالتلي ايه. قالتلي بس ديري بالك تشتري منه. قلت لها ليش؟ قال لانه في قسم محدد هيك يعني المشروب. فقلت لها انه نهارها قلت لها يعني ليش ايش فيها يعني؟ ام قلت ليش مالك خبر انه ما بصير اذا محل بيبيع مشروب ما بصير تشتري من عنده؟ انا تخيلوا لحد الان شد عمري هلا انا ما بعرف هالشغله وبتابع مشايخه وبتعلم وهيك، بس لحد الان ما بعرف هالشغله. فوالله يا بنات تاني يوم جيت عم بسأل جوزي، قلت له انه زكريا عن جد ما بصير هيك يعني حرام؟ قام قال لي ايه حرام، ليش ما بتلاحظي ما كنتي معي كذا يوم نكون عم ندور على اغراض وكون ما في ولا ماركت فاتح وبس هدول فاتحين ما ادخل لعندهم؟ قلت له لا ما لاحظت. قال لي ولا سألتيني ولا مرة؟ قلت له لا ما خطر لي يعني. السلام عليكم. شنو كان انت هون كمان؟ قولي له هي انا. هاي نور لابسه كيمون اختي. هاي نور هي ام سطيف. عيني تمام. ايش هاد جاهزين؟ والله بتعرفوا كنت ماني جوعانه لهلا، والله كنت ماني جوعانه. يلا يعني طلعوا يا جماعة ما شاء الله هذا كله من أختي الزنجيل يا مصطفى. طلعوا يا جماعة شو روحي لك بيجامة نفسي بيجامة حمودة فيه هذا كمان يا خيطة. طلعوا كم واحدة ماريا؟ هلا هوني احلى شيء يا بنات انه قلت لهم يلا دين قولوا انا مو هون مثل امكم، بركت جنب الاولاد. وبعدين احلى شيء كمان بعد ما خلص الاكل مو ايدي فيهم اكزيما ما خلوني اجلي، قمت يعني كنست لها ولمت لها البيت يعني. بس والله هيك الله يرزقهم كثير السفره بشهي. وهلا هون بعد ما خلصنا اكل عملت القهوه، هون جوز اختي عم بعمل لكم حطوا له لايك لاماني. قلت له ايه ايه دعمني دعمني قلت له. فهلا هيك متنا شايفين يا بنات شربنا قهوتنا، بعدين هون قامت حطيت عصير، وهون هون قلت له ولا لقمة. أكلت يعني كتير، أنا مع الجمعة كتير بقبل أكل، كتير بحب أكل مع الجمعة. فقعدنا أكلت هيك تقولي لك بس فستاية ولا نقطة يعني، شربت هيك بس شوي عصير وحتى ما حسنت كل أكمل كاستي لأن. فوالله هيك يعني جد مو كنت هيك يعني أكل كتير ما حسنت. بس بعد ما جيت على البيت آخر الليل قبل ما أنام عم بتفرج هيك أنا عم بمنتج الفيديو، رجعت اشتهيت على الأكل من أول وجديد. فالمهم هون رجعنا عبيتنا، وحتى يعني نمتها غفلت لي شي نص ساعة عندهم لوقت ما حطوا هيك، بس يعني رجعت مروقة مكيفة. هلا متل ما شايفين يا بنات بعد ما ناموا ولادي
جيت بقى بدي عطشاني عطشاني وجينا يعني ما في ولا سمان، ما في ولا يعني ماركت فاتحة، مشتية على الكولا، أكلت تقلت في الأكل الله يرزقني يا رب. هنجد كتير كتير، هيك كانت الجمعة حلوة. فطلعت لقيت فيه يوسفيات لحالي يلا ببلو القلب. خبري مع السيد آدم حلقة 2، شوفوا شلون الحرب طالعة. مقابلة مع السيد تحارة سمعت حلقة 2، شوفوا طالع لكم حتى الحلقة اللي طلبتوها. كتير مشتهية على شي بارد. ما في كولا على الطريق. الفاتحين هن أهل الدخان وأهل الدخان، والبينرجي فاتح بس ما ببيع كولا، ببيع حليب. اي والله هيك عن جد شد تسلينا، الله يرزقني يا رب ويعوض عليهم. وبالنسبة صبايا للأكل كله شغل ايدي، يعني شغل ايد اختي هي متبلته على ايدها، عرفتوا علي؟ اختي هي متبلته على ايدها وعاملة الكبابي بالباذنجان تبلته على ايدها، متبل كله على ايدها. يعني ما تفكروا انه راح تشتري جاهز انه خلصت، يعني يا عيني حلوة. طيب انا الحمد لله ما باكله، بعطيها لزكريا. ما بحب الشيء حامض ابدا ابدا. بس ما يطلع عليه حقوق طبع ونشر سكته. بس هيك يا بنات، بدي منكم ان شاء الله بدي احط منتدى، حسي حالي بدي امرض تعبانه، بدي اجرب. تعرفوا اشو زمانات كان اشي لي عادي، اقول لهم لرفقاتي بكره ما بدي اجي على المدرسه، يقولوا لي ليش؟ اقول لهم بدي امرض، يقولوا لي ايش عرفك؟ قالوا هيك بعرف انا وقت بدي امرض قبل بيوم. فهلا حاسه حالي تعب، بدي اتعب. حاسه حالي هيك يعني ما بدي اشتغل شيء. فبدي احط لكم المنتدى، اي سؤال بيخطر على بالكم، كل شيء اسئله سالتوني اياها على الفيديو الماضي. عن جد كنت مو هيك، كان عنا عزيمه وقبل العزيمه هيك يعني نظفت البيت وهيك، وعن جد ما كنت فاضيه ابدا ابدا انه ارد على التعليقات. قريتهم كلهم بس ما حسنت ارد. فراح احط لكم منتدى اي سؤال واي شيء راح اطلع بفيديو. بس هيك ابروك واحط فنجان قهوه واقولكم كل الاسئله اللي سالتوني اياها، وطبعا راح اطالع التعليقات يعني. وبس هيك يا بنات، هلا هيك يعني راح اتفرج على المسلسل واكل يوسفيتي واحط راسي وانام. تصبحوا على الف خير، لا تنسوا تعملوا لي لايك للفيديو اذا حبيتوه، واذا عجبكم لايك كتير كبير. وإيش كمان، ديروا بالكم على حالكم، بحبكم كتير كتير، بشوفكم في فيديو جديد. سلامات صبايا.